Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي تعالوا بينا يلا نكمل الجزء الثاني من كورس التأسيس في حلقة جديدة واللي هنتكلم فيها النهاردة عن long A sound. تاني long A sound. واتفقنا في الجزء ده ان احنا هنعلم طفلنا ازاي يقرأ الكلمات. مهارة القراءة مهارة مهمة جدا لازم يتعلمها الطفل خصوصا في فترة التأسيس. تعالوا النهاردة نكمل مع long A sound. long A sound يعني صوت long A. خدنا قبل كده صوت short A اللي كان صوته أه أه أه. ودينا مثال على كده شكل cat, mat, hat, fat. النهاردة إن شاء الله هناخد صوت long A. ولازم نعرف إن كلمة long معناها إن أنا بطول فيه شوية أو بمد فيه شوية. ولكن شكل ما قلنا ان احنا في الانجليش بنعتمد على الصوت صوت الحرف. طيب النهاردة صوت اللونج اي لازم اعرف ان هو اي 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 بالمنظر ده يبقى مش اه بل عند الشورت بيبقى اه اما اللونج بيبقى اي اي. وشكل ما قلنا ان احنا بنعلم اولادنا يقروا ازاي فببدأ هنا اديله الصوت الاول يعني اديله حرف ساكن وبعدين اديله الصوت وراه واشوف هينطق ازاي وبعد كده هعرفه مجموعة الاشكال اللي بعرف من خلالها ان ده long A. طيب يعني مثلا هديله حرف T واقول له لو انا حطيت وراه long A هيبقى بالمنظر ده T T T. هديله حرف ال L وبعدين اديله حرف ال A واقول له المفروض النطق بتاعه لا لي. برضو نفس الكلام ان وراها اي تبقى ني ني. اف وراها اي تبقى في في. بي ال البلندة بيبقى بلا بلا بلا. تاني البي ال ساوند بلا بلا بلا. لما احط وراها الاي وهي لونج هتبقى بلاي بلاي بلاي. وكذلك في باقي الحروف يبقى انا بديله صوت الحرف الساكن وراه اللونج اي شكلهم عامل ازاي. بعد كده ببدا اعرفه اشكال الحروف اللي من خلالها انا هلاقي الصوت ده اي ساوند. قال لي اول حاجه بلاقي ان فيه اي وبعدين كونسوننت يعني حرف ساكن وبعدين اي والاي هنا لازم اعرفه انها هتبقى سايلنت اتس ماجيك اي. طيب مثال التي قلنا مع اللونج اي هتبقى تي. لما احط وراها كي هتبقى تيك تيك تيك. يبقى الاي هنا سايلنت مش هتنطق تيك تيك. نفس الكلام الاي ودي لونج تبقى لي. احط وراها الكي والاي سايلنت اكيد هتبقى ليك ليك. وهنا هبدا اعرفه شوف ادي حرف الاي وادي حرف ساكن كونسوننت وعندنا الاي فعشان كده لازم انطقها اي لونج اور لونج اي فبالتالي هقول ليك ليك. حاجه على دي نيم ادي الاي ادي كونسوننت ادي الاي يبقى الاي هنا سايلنت نيم نيم. فيس فيس فيس. وهنا هيبدا الطفل يسالني سؤال هو ليه يا مستر هنا السي نطقت سي على وانا حضرتك قايل لي قبل كده انها كي. هبدا اعرفه ان السي لما يجي وراها اي اور اي اور واي بنطقها حبايبي سي مش بنطقها كي اما بقيه الحروف بنطقها كي. فهنا هتبقى فيس فيس فيس. طيب تعالى على البي ال ساوند اتس بلا. يلا نحط الاي لونج بلاي. يلا نحط الان اي بلين بلين بلين. تعال نشوف الشكل الثاني للونج اي وهو الاي لما يجي وراها الاي. يبقى الاي لما يجي وراها الاي هنطقها لونج اي. فشكل ما قلنا هنا هتبقى ري ري. يلا نحط ان رين رين. سيل سيل. تيل تيل. وهنا لازم اخلي بالي وانا بنطق حرف ال ال او ال ال ساوند لازم لساني يبقى في اخر سقف الفم من جوه. سيل تيل تيل. and ميل
ميل، يبقى انا شفت الاي اي خلاص قلت عليها لونج اي. ترين ترين، وانا قلت هنا لازم اخلي بالي من حاجه، ان التي ار ساوند لازم انطقه بالمنظر ده، ترا، شفايفي مضمومه لازم اطلع هوا من بقي وانا بقول التي مع الار، ترا ترا، عشان كده قلت ترين ترين. يبقى الاي اي خلاص هي لونج اي. بعد كده هقول له ان الشكل الثالث هو الاي واي، الاي واي برضو حنطها لونج اي، وابدا اديله الاس اي واي تبقى ساي ساي، داي داي، بلاي بي ال ساوند بلا، بلاي كلاي، the cl sound is كلا كلا كلا، so it will be clay clay، sta 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 and long a it will be stay stay stay. وهنا هأكد ان هو عرف صوت اللونج a وهو a a، وابدا اجيبهم له تاني بقى، take lake name face plane rain sail tail mail and train say day play clay and stay. يبقى مهمته الاولى ان الطفل يعرف يقرا الكلمه الاول، بعد ما قرا الكلمه هبدا اديله المينينج بتاعها يعني المعنى، لكن مش هقول له المعنى بالعربي وبعد كده الانجليش هو مش عارف هي نطقت ازاي، وبعد كده بيبدا يحفظ السبيلنج بتاع الكلمات. قلنا المهمه الثالثه هي حفظ السبيلنج، سبيلنج عايز حفظ يا جماعه، مش فكره ان انا لو عرفت انطق وخلاص، لا لا لازم احفظ سبيلنج. وده كان الصوت بتاعنا النهارده هو اللونج اي ساوند. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Salam alaikum.